আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম আব্দুল্লাহ, আমি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। আমার স্কুল এখন বন্ধ, এই জন্য আমি কোরআনে কিছু সুরা মুখস্থ করছি। এখন আমি আপনাদেরকে শোনাবো সুরাতুল তিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াত-তীনি ওয়াজ-জাইতুন ওয়াত-তূরি সিনিন وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولأتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الصائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله المولانا العظيم وصدق له الرسول الكريم السلام عليكم.